السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. غادي نحاولوا نتعرفوا اليوم على الملكة ديال النحل داخل الخلايا رغم الحرارة المرتفعة. اذا ها هو جبدنا هنايا واحد الكادر كنشوفوا تبارك الله راه فيه شوية ديال العسل. نشوفوا هنايا هو كادر اخر، ها هو هنايا، لان كنشوفوا هنايا العسل مختوم، يعني صافي النحل غلق عليه، وها هو هنايا باقي عسل غير مختوم، يعني باقي ما كملش، باقي ما نضش، اذا الشغالات باقي تيخدموا كذلك في هذا الكادر هذا. من ها هو هنايا، هنايا كنشوفوا البيوت ديال الذكور، كنقلبوا على الملكة ربما نشوفوها باش نشوفوها كذلك تنتوما معايا جميع. اذا هنايا كنشوفوا بلي ان هنايا كاين حضانة سميتها مغلقة، يعني اليرقات ديال النحل كاينين لداخل هكا، وكاين حضانة مفتوحة، يعني يرقات باقا صغيرة في طور النمو. حنا كما قلت كنشوفو ربما تبان الملكة ديال النحل اللي في هاد الخلية هادي، ونشوفوها مجموعين. خلية أخرى ديمارات. ديمارات. شنو دابا؟ اذا الملكه تبيننا من خلال هاد، هاي الملكه هنايا، هاي بينها ها هي الملكه. اذا هي بدات الخدمه، يعني بدات في وضع وضعات البيض، وتنشوفوا بان هذاك البيض راه كاين حضانه مفتوحه، يعني داك الحفر السداسيه كتكون مفتوحه، يعني راه فيها سميتو فيها اليرقات ديال النحل تتكون صغيرة. هذه هي الحضانة المفتوحة. فيما يخص الحضانة المغلوقة تتكون سميتو داك الحفر السداسية كتكون مغلوقة، يعني صافي اليرقات قربت تكمل النمو ديالها باش تدخلش. إذن هنايا هذا سميتو الخليه اللي كنا قسمنا مع هذه اللي عاد شفنا دابا، عاد اللي شفنا فيها الملكه، هي كونات الملكه هذه، وهذه عندنا هي اللي كانت الخليه الام، يعني في البدايه كانت فيها الملكه. ها كنشوفوا ما شاء الله، ها هي الملكه. بينها بانت لك ولا لا؟ ها هي الملكة، كتكون شوية طويلة، المؤخرة ديال الجسم ديالها كتكون طويلة، وكما سبق لي قلت بأن الملكة الدور ديالها هي وضع البيض. صافي، يعني ها هي خلية أخرى، هذه ما قسمناهاش، يعني خليناها باش النحل يخدم. طبيعة الحال راه فيها الملكة، هي فيها حضانة مغلقة، وملي غادي يخرج هاد النحل هذا ولا لقينا بأن النحل تكاثر بزاف في الصندوق، لان كنزيدو داك لاوس الفوق باش كيمكن يطلع الفوق لداك لاوس، يعني داك العسالة، وكيمكن له يصيب العسل الفوق.